أهلا بكم. الخلاصة في ريمونتادا الأهلي اليوم أمام بلدية المحلة. الأهلي لحد الدقيقة 77 تحديدا كان فريق بلا روح بلا شغف وأشبه بالفريق المستسلم. عمر كمال عبد الواحد نزل في الدقيقة 77 من هنا وريتم الفريق اتحول 180 درجة. عمر كان الحلقة الناقصة للأهلي في الماتش ده، اللاعب اللي بيحاول يسرع رتم الفريق سواء في التحرك للمساحة أو عمل المراوغات، والأهم هو الفوز بأي كرة تانية. الهدفين متشابهين إلى حد كبير من وجهة نظر الشخصية. عمر كمال عبد الواحد مش بس كسب الكرة التانية، لا ده كان بيهاجم الكرة نفسها وبيطاردها كمان، وعلى أساس ده قدر يسجل ويصنع ويقود ريمونتادا الأهلي. عمر كمال عبد الواحد لاعب كوير وبيقدر يعمل حاجات كتير، وأهمها قوة ودقة التسديد بكلتا قدميه، بخلاف كده انه بيمتلك شخصية كبيرة. النسخة التانية من علي معلول على الجهة المقابلة، شابوه عمر كمال عبد الواحد.